زميل مطلق بن علي العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ، بسم الله نستعين. دائما متابعينا مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة نحييكم، نرحب بحضراتكم في يوم من أيام هذا السباق المحلي الخامس، أول أيامه وانطلاقة هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة في هذا اليوم أول الأيام. كنا في الفترة الصباحية متابعين لانطلاقة سن الحقائق، وها هي انطلاقة سن اللقاية في الفترة المسائية. نهني بداية شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني على انتزاع وتحقيق رها ناموس الشوط الأول في هذا المساء. ننطلق مع شوطنا الأول الرئيسي الخاص بالقعدان 4 كيلومترات، حاضرة مع هذه السبق وهذه الأصايل التي تنطلق بهذه الشعارات العملاقة من هنا على الهواء مباشرة من ميدان التحدي بمنطقة الشحانية. نبدأ مع المركز الأول، مع لهب على المركز الأول، شعار سعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني على المركز الأول حسين بن سفران في المتابعة. المركز الثاني ينطلق ويندفع معوض على المركز الثاني لهجن الغرافة سالم بن عامر المدهوشي في المتابعة والتضمير إلى المركز الثالث، إلى ثالث المراكز. شعار هجن الشحانية على المركز الثالث ينطلق في هذا المسار حامل الرقم 13، وهذا هو يبرق على المركز الثالث بشعار هجن الشحانية مع محمد بن خالد بن عبد الله العطية، وينطلق في هذا المسار ويندفع مغادر. مرحبا بهذا الشعار الكبير، مرحبا بهذا الشعار الأسطوري الكبير الحاضر في هذا العالم الساحر من العام الماضي. حضر هذا الشعار الكبير، شعار الشقب على المركز الثالث، أحد أخطر الأسماء وأقواها أخطر الشعارات. ينطلق هذا الشعار الكبير حاملا مفاجآت هذا الموسم، مفاجآت هذا الموسم. الله، هذا هو اللي ينطلق على المركز الأول مغادر، ينطلق من المركز الرابع للمركز الأول بشعار هجن الشقب على المركز الأول وصاحب الشوط الرئيسي الأول في السباق المحلي الأول، ينطلق في مقدمة الشوط. المتابعة مع من؟ مع سالم بن جابر الجربوع المري بن جبران. المركز الثالث، وين وصلنا؟ وين وصلنا؟ عند شعار الغرافة على المركز الثالث، معوض على المركز الثالث لهجن الغرافة مع سالم بن عامر المدهوشي إلى المركز الرابع. ننتقل إلى هياض، هيضتني يا هياض، على المركز الرابع شعار هجن الشحانية مع سالم بن فران المري، والمركز الخامس نمبر 5 على المركز الخامس، هذا هو شاهين لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني. هذا النداء متابعينا مشاهدينا الكرام، خلونا مع المتعة، مع الإثارة، مع الإثارة. الله، مغادر 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 مغادر، شعار هجن الشقب على المركز الأول ينطلق في مقدمة الشوط حاملا هذا الشعار الكثير من المفاجآت هذا الموسم، مع مضمر مميز بن جبران، وأيضا لا ننسى المضمر الهادي سعيد بن هادي الشهواني، أحد أخطر المضمرين في هذا العالم الساحر يتواجد، ولكن الجربوعي على المركز الأول متابعا لهذا الاسم العملاق. المركز الثاني لهب، ديروا بالكم من لهب حاملا لشعار سعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني، يطمح في تحقيق الناموس، في تحقيق الانتصار في أول الأشواط الرئيسية بمتابعة حسين بن سفران إلى المركز الثالث. شعار هجن الشحانية على المركز الثالث، على المركز الثالث مع هياض، مع سالم بن فران المري،
معوض على المركز الرابع لهجن الغرافة، المركز الخامس قاصد لهجن الشحانية في أول نداء مع من؟ محمد بن خالد بن عبد الله العطية. الموقع وين يا بن بريك؟ الموقع وين؟ الله، راح الكيلومتر الأخير، نحن نقترب من الخمسمائة متر الأخيرة، ولا زالت القيادة مع هذا الشعار الكبير الخطير المثير. شعار من؟ شعار سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني، شعار الشقب على المركز الأول، ينطلق في الشوط الرئيسي الأول. الله، شعار الشحانية قادم يا بن جبران، يا بن جبران. شوف المركز الثاني، شوفوا هياض، هياض، ولكن ثقة الكبار تقود مغادر بكل ثقة. العصاب الابطان، ماذا تنتظر يا بن جبران؟ ماذا تنتظر؟ الشوط الرئيسي الأول، شعار الشقب على المركز الأول، لكن حيوا 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 بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات. شعار الشقب العائد لسعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني ينتزع بدون أي أوامر ناموس الشوط الرئيسي الأول. تهانينا للمضمر سالم بن جبران المركز الثاني، هياض لهجن الشحانية المركز الثالث. المركز الثالث شباب لهجن الشحانية المركز الرابع، قاصد لهجن الشحانية المركز الخامس. وصل الحساس لسعادة الشيخ عبد الله بن مشعل بن حمد بن خليفة الثاني. تهانينا والناموس متابعينا ومشاهدينا الكرام على هذا الفوز المستحق بدون أوامر بدون تعليمات. هذا الشعار الأسطوري الكبير، الشعار الذي تابعناه وتابعنا دخوله في العام الماضي، كان دخولا موفقا بانتزاع الرموز الذهبية. هذا هو الشعار الشقب، يحقق وينتزع ناموس الشوط الأول الرئيسي مع مغادر. تهانينا والناموس المضمر السالم بن جبران. المري التوقيت الزمني لحظة وصول إلى خط النهاية 6:55 هذا هو توقيت مغادر. تهانينا والناموس المركز الثاني، هياض لهجن الشحانية مع سالم بن جبران. التوقيت الزمني 6:27 تهانينا والناموس المركز الثالث. المركز الثالث شباب لهجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فران المري. عطنا المركز الثالث. التوقيت الزمني لحظة وصول المركز الثاني 6:97 هذا هو توقيت صاحب المركز الثاني. المركز الثالث 6:12:23 تهانينا والناموس لكل الفائزين. تهنئة.